بكور. يعني الحقيقة أنا متفاجأة، متفاجأة ومو متفاجأة، يعني بعد تقليد الوسام من السيد الرئيس بشار الأسد يوم 25/11/2009، هذا بالنسبة لي كان يوم عرس حقيقي الحقيقة يعني، وامتصار يعني أنا هيك حسيته، يعني هيك كأنه حلم وتحقق. بس اللي ما حصل بعده ما بعرف شو بدي أعتبره، هو شهر عسل ما بعرف. يعني بداية بالاحتفاء اللي حصل كتغطية إعلامية كبيرة من السيد وزير الإعلام دكتور محسن بلال، من أول يوم يعني اللي حصل فيه تقليد الوسام بالمقابلات اللي صارت، والإعلاميين كيف غطوا هذه المناسبة يعني بطريقة يعني أنا ما كنت بتصورها. أنا قلت ربما بعد موتي، إنما مو الآن الحقيقة. يعني الشيء اللي صار انه الدكتور رياض نحسن اغا كان موجود باليابان عندما قلت هذا الوسام، عندما جاء اتصل فيه وقال لي اني انا حاعمل شيء له علاقه فيك بالمسرح الحمراء، لانه انت عرقك كان على مسرح الحمراء، فبدنا نعمل هيك احتفاء بسيط او تحيه لمناصر بمناسبه تقليد هذا الوسام. يعني لما دخلت وشفت صوري وتاريخي شلون محطوط بهذا الشكل، حسيت بمدى يعني حسيت بنشوة غريبة، وشاكرة جدا يعني هذا الشيء. الحقيقة مثل ما قلت لك ما كنت متوقع على حياتي شوف هذا الشيء. يعني اتصلوا فيني الأحد قالوا لي في مقابلة مع السيدة الرئيس يوم الأربعاء وبس، ما عندك تفاصيل؟ لا ما عندي تفاصيل. يوم الأربعاء 8 الصبح قالوا لي ومع اللقاء في تقليد وسام من السيدة الرئيس بشار الأسد، فتصور يعني شو صار فيني يعني. والله فيك تخبرينا هيك بهاللحظات يعني هاي كيف كان؟ تذكرت حالي وانا طفلة، لاني انا مو بحلم، حلمت بملوكيتي وكيف اني انا كنت طير وسافر هيك حارب وارجع باني قصر على جبل قاسم اجي ارتاح من المعارك يعني اللي انتصرت فيها. فهيك حسيت لما دخلت على قصر الشعب المبني على جبل قاسم، شعرت وكأنه جزء كبير أو حتى الحلم الكبير انتصاري تحقق بدخولي وتقليدي هذا الوسام. اللحظة يلي قابلت فيها الرئيس وقعدت أنا وياه أنا وسيادته وحكينا 30 دقيقة، هي 30 وسام بالأصل دخلوا بشرايين بدمي وتموضعوا في القلب. هذا 31، هذا الوسام 31 يعني أنا كثير فخورة. فخورة أولاً لأني أول امرأة سورية وأول امرأة فنانة، وكرم وأقلد هذا الوسام بعهده. يعني هي ما عادت قصة بس إنه فنان، قصة كامرأة سورية يعني هذا كمان، هذا ومن الدرجة الممتازة كمان، هذا بيعمل أنا لساتي عم بحلم عارف شلون؟ شيء إنساني إيه؟ أكيد مسؤولية إنسانية إيه؟ بس مسؤولية كفنانة ما عندي الوقت للخيارات، لأني أنا وصلت لمرحلة عمرية عم باخد الشيء اللي بيلبق لي وبزدور. يعني حتى أنا كأم يعني لجيل كتير صغير أنا ما اللي عم بقتنع فيه، يعني أولادي عم بيكونوا من 50 وطالع للآن. يعني لسد 2009 كانت الأمور ماشية، لكن المرحلة العمرية اللي جاي هي اللي بدها تخليني أنا أختار وبصعوبة. فلذلك يعني عطاءات فنية، أنا بحلم أنه ضل لموت أنا عم باخد أدوار ممتازة وجيدة، لكن الزمن شو بيعمل؟ مو لأني أنا أخذت وسام يعني حيكتبوا لي أعمال بطولات مطلقة وأنا بهذا العمر، لا، أنا امرأة واقعية وعملية، امرأة حياة، بعرف الأيام اللي بدها تجي، بكرة أحلى لا شك، بكرة شو بيحمل. إنما يعني ما كتير بتأمل يعني بالنسبة لمسيرتي الفنية إنه تكون أعظم أو تكون أقل، لأن بعرف عمل. ألف عافية، ونحن كتير مبسوطين فيكي، وشرف لألنا واحتفاء وتكريم لألنا إنه أنت موجودة على موقعنا اليوم. شكراً. يعطيك ألف عافية. شكراً كتير.